زيادة في سعر الدولار فاجأت الكل، يا ترى ايه الحكاية؟ ووصل لكام؟ وهل ده معناه اننا داخلين على تعويم جديد؟ والحكومة بتخطط لايه في الفترة اللي جاية؟ خليكم معايا وانا هقول لكم كل التفاصيل. الناس اتفاجئت خلال الساعات الأخيرة بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه رسميا، وده بعد ما سجل ارتفاع في أربع بنوك. وصل سعر الدولار حاليا حوالي 48 جنيه و72 قرش. فيا ترى الزيادة دي وراها ايه؟ وهل كده احنا داخلين على تعويم جديد؟ شوف يا سيدي، الواضح كده ان كل اللي بيحصل ده ليه علاقه وثيقه بصندوق النقد الدولي، خصوصا بعد ما طلعت رئيسه بعثه الصندوق ايفانا فيلاتكوفا هولر خلال مؤتمر صحفي نشره موقع العربيه، وقالت من كام ساعه بس انها شايفه ان مصر لازم تعمل تحرير كامل لسعر صرف الجنيه امام الدولار، وده من كافه القيود. مش بس كده، دي كمان قالت ان الصندوق مش بيحب دعم الطاقه، وده لانها بتعتبر مواد عامه بيستفيد منها الطبقات الاعلى والاغنى في المجتمع. وبعد التصريحات دي المصريين اتفاجئوا النهارده بزياده سعر الدولار. وعلشان تفهم اكتر فخليني اقول لك ان صندوق النقد عايز كام طلب من مصر علشان يصرف باقي شرايح القرض واللي قيمته 8 مليار دولار، ودي شروط لازم الحكومه تنفذها، واهم شرط فيهم هو اعتماد سعر صرف حر للجنيه وكمان ترشيد الدعم، ده غير كمان رفع القيود على الاستيراد والحفاظ على سعر الفايده المرتفع حتى بعد تراجع التضخم، والاهم هو تراجع نسب الدين العام. واهم مطلب من الصندوق هو سرعه تخرج الدوله من النشاط الاقتصادي وزياده نسبه مساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلي، واعتبروا ده واحد من اهم الشروط اللي ممكن تنقل الاقتصاد المصري نقله مختلفه تماما. كمان الصندوق دايما بيأكد على الاستمرار في تخفيض الدعم عن بعض الخدمات وصولا الى الغاء الدعم بصوره نهائيه عن الكهرباء والوقود وكمان التموين وغيرهم، وده اللي الحكومه بدات تعمله فعلا لزياده البنزين والسولار. وخلال الساعات الأخيرة أعلنت الحكومة المصرية موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض مصر، وبكده مصر هتكون استلمت حوالي 2 مليار دولار من إجمالي قيمة القرض. وطبعا الحصول على الشريحة الثالثة بيعتبر دعم مهم للاقتصاد المصري، وهيساهم كمان في دعم قيمة الجنيه مقابل الدولار وتنشيط القطاعات الإنتاجية زي الصناعات والزراعة بفضل دخول تدفقات نقدية من العملة الصعبة إلى مصر. ولو أنتوا فاكرين صندوق النقد الدولي كان رفع قرض مصر من 3 مليار دولار لحوالي 8 مليار دولار، وده بعد ما البنك المركزي قرر انه يحرر سعر الصرف في مارس اللي فات، وبدات فعلا الحكومه تزود استثماراتها. وكمان في توقعات بتاكد ان سعر الدولار هيرتفع في الفتره اللي جايه، ده اللي قاله رئيس وحده البحوث في شركه اسطول لتداول الاوراق الماليه محمد عبد الحكيم، واكد ان الضغوط التضخميه اللي هتنتج عن رفع اسعار الوقود وبعدها رفع اسعار الكهرباء والدولار هتفقد الجنيه اكتر من 10% من قيمته، وهتخليه ينزل ل 53 جنيه مقابل الدولار الواحد في 2025، وانه هيستمر تراجع جنيه مقابل الدولار لحد ما يوصل الدولار لحوالي 58 او 59 جنيه في 2026. ودلوقتي قول لنا توقعاتك لسعر الدولار في الفتره اللي جايه.